وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي محميد المحميد. مرحبا بك أستاذ محميد معنا في نشرة الأخبار، وكلمة تود أن توجهها بمناسبة انتخاب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى انعكاس ذلك على العلاقات بين البلدين الشقيقين مملكة البحرين ودولة الإمارات. شكرا لك أخي الكريم. بداية نعرب عن خالص التعازي وأصدق المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بوفاة المغفور الذي بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل الجواد رحمة ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه وشعبه ونصرة قضايا أمته ودعم الإنسانية. حينما نتكلم عن الإمارات نتكلم عن التاريخ الحافل، نتكلم عن الحاضر المزدهر، نتكلم عن المستقبل المشرق. لا شك أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك مفدى وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وشعب البحرين قاطبة يستذكر بكل الإجلال مناقب الفقيد الراحل في تطور الإمارات وتقدمها ومرحلة التمكين المتميزة التي أرسى قواعدها والمبادرات الإنسانية وإنساناته البارزة في تعزيز العلاقات البحرينية الإماراتية المزدهرة والحرص الدائم والمستمر على وحدة الصف الخليجي والعربي والتضامن الإنساني. لابدنا اليوم شهدنا التضامن البحريني في إقامة صلاة القائد تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك مفدى، وكما قال سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الدار واحدة والمصاب واحد، فقد شاطر أهل البحرين إخوانهم في الإمارات في هذا المصاب الجسيم على فقيد الأمتين العربية والإسلامية. نستحضر اليوم المقولة المأثورة للراحل الكبير أن الإنسان هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن قبل النفط وبعده، كما أن مصلحة الوطن هي الهدف الذي نعمل من أجله ليلة ونهار. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية لكل ما من شأنه تحقيق الخير من والنماء لدولة الإمارات، ونهنئ سموه على الثقة الغالية التي أولاها إياها أخوانه أصحاب السمو، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه لمواصلة مسيرة الخير والتقدم المباركة بما يعود على الإمارات بالتنمية والتطور. نحن على ثقة تامة وإيمان راسخ بأن دولة الإمارات بحكمة قيادتها وولاء شعبها وتلاحمهم الوثيق ستمضي قدما في مسيرة التقدم والعطاء، ولا شك أن ما أسسه زايد الخير وأخوانه وكما سار على نهج الراحل خليفة الزايد سوف تظل دولة الإمارات على الدوام وطن النهضة والريادة ودولة القانون والمؤسسات ومجتمع التسامح والخير والإنسانية. وفي مملكة البحرين أن العلاقات البحرينية الإماراتية علاقات وطيدة ووثيقة ومتجددة، وهي نموذج متميز لهذه العلاقات، ككل بحريني هو إماراتي وكل إماراتي هو بحريني، أحزانهم أحزاننا وأفراحهم أفراحنا. وندعو الله سبحانه وتعالى ونثق به سبحانه وتعالى أن الإمارات وبقيادة محمد بن زايد ستكون أقوى وأكبر وأعظم إن شاء الله حاضرا ومستقبلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق دائما. اللهم أمين. كل التوفيق لدولة الإمارات وشعبها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله. الكاتب الصحفي محميد المحميد، شكرا جزيلا لك.